سياق تشويه الفوز بتاع النادي الاهلي. ترابط. الاقي المصري اليوم يكتب اسلام صادق على لسان الكابتن شطه انه ضربتين الجزاء بتوع ازارو غير صحيحتين والحكم الجزائري سيعاقب سرا. ينسب هذا الكلام للكابتن شطه في كلام منشور على الورق. اولا الكابتن شطه لا يقدر سرا ولا علانيه لانه دلوقتي مش مسؤول في الاتحاد الافريقي. فاصلا السياق انك انت عايز تقول يعني ان مسؤول في الاتحاد الافريقي بيقول ان الحكم بيعترف وهو ليس بمسؤول، لكن الاهم منه هو شطه رايه ايه؟ ده في كلام مكتوب، ما اقدرش اقول الكلام صح ولا غلط، بس اقدر اقول الكلام اللي اسمعه بودني صح ولا غلط. كابتن شطه في تصريحات له مع قناة ال تي سي نشوفه. كونك تجيب حكم جزائري يحكم مباراة وانت اوريدي مخرج وفاق سطيف، كنا متخوفين جدا انه يجي على النادي الاهلي. يجي على الاهلي، الله يفتح عليك يا كابتن. لقطة روعة. انه كان حقيقة كان نيوترال، كان محايد جدا، وانه يعني حتى كمان يعني ضربتي الجزاء اللي اداهم للنادي الاهلي دول ممكن في حكم تاني ما يديهمش للنادي الاهلي. ايوه. فانا بعتقد انه هو من الحكام الاقوياء جدا. وكمان الحكم يعني اثبت انه من خلال انه رفض الفار وانه يراجع قرارات الفار نفسها ورجع تاني اصر على رايه، واضح انه هو يعني عنده ثقه في نفسه عاليه جدا وانه عارف قراراته كلها سليمه. وده الحقيقه من زمان متابعه من 10 سنوات انا لسه كان طالع جديد، حكم كان بروميسين، كان واعد جدا. وحقيقه انا بحييه برغم انه طبعا بحييه عشان ادى النادي الاهلي ضربتين جزاء، لا بحييه لانه استطاع انه موجود في الملعب، ما حصلش اي شغب في الملعب، ما حصلش اي احتكاك يعني ادى الى توقف اللعب من خلال قريب من كل كوره الفريقين حقيقه يعني، وكان قريب ولياقته البدنيه عاليه جدا. وبعدين كونه يعني فار برغم صعوبه القرار في ضربتي جزاء اثنين ثلاث ضربات جزاء يعني بشجاعه مطلقه وعنده ثقه في نفسه عاليه جدا حقيقه. ويعني انا بعتقد انه اي حاجه بتغير تماما، وكان هيكون عنده برضه حسابات خاصه بحيث انه يخرج بالمباراه برا الامام بغض النظر عن المواقف في الملعب او القرارات اللي بياخدها. فانا متابعه من زمان هي انا حكم جريء جدا وكنا متخوفين منه بصراحه. يعني بيني وبينك تجيب حكم فريقه بتلعب في السيمي فاينل وتلعب في قصدي في 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 المباريات اللي هي اخر مباراه لعب ضده وكسبان وفاق سطيف، الحقيقه عمليه كانت انا ما اعرفش هم فكروا فيها في الاتحاد الافريقي ولا هم عارفين كويس انه ازاي انا العب نضيفه وكده من دوله فرقتها كانت تلعب معايا وخرجت من النادي الاهلي. يعني كانت عمليه صعبه، بس الحمد لله انه استطاع انه يثبت انه هو مش 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 مش, مش, مش ضعيف وادى مباراه قويه جدا الحقيقه. الناس كلها شهدت دي ما عدا الترجي التونسي طبعا وطارق دياب، خصوصا انه بيقول ذبح ترجي، وكل واحد طبعا بيدافع عن فريقه يعني بيدافع عن مصلحته. يعني ضربتي الجزاء مكتوب كده في المصري اليوم على لسان شطه غير صحيحتين والحكم سيعاقب سرا، يطلع كابتن شطه كله اشاده بقرارات الحكم والتاكيد على صحه ضربات الجزاء. ده الحاجه كمان قال لك ده يعني انت مختار حكم من الجزائر والاهلي مطلع وفاق سطيف الدور اللي فات.